أهلا وسهلا بيكم في الحلقة رقم 6 من سلسلة حكايات أسئلة إدارة المشروعات PMP Questions، ونبدأ بحل سؤال الحلقة رقم 5. وكان عصام مدير مشروع قرية سياحية، اتقدم له طلب بزيادة مساحة الجيم للألعاب الرياضية. اكتشف عصام ان الطلب ده اتقدم قبل كده لممول المشروع وان هو اترفض. يا ترى الإجابات والاختيارات اللي عنده هي ايه؟ أول اختيار إنه يدرس الطلب ويرفعه على لجنة التحكم في التغييرات، وده بالنسبة لي طلب غير مقنع. ليه؟ لأنه اترفض قبل كده ولم يحدث إن هو حصل تغيير في أي ظرف من ظروف المشروع. رقم 2، يتفاوض مع المساهمين عشان يقلل المساحة. التفاوض هنا ملوش أي لازمة، لأن أنا محتاج الأول إني آخد الأبروفال والاعتماد لزيادة المساحة، مش التفاوض على تقليل المساحة. رقم 3، انه يوافق على الطلب لانه ده من سلطته. طبعا الكلام ده غلط 100%، مش من سلطة مدير المشروع انه يوافق على زيادة مساحة الجيم اللي هتكلف المشروع فلوس كتير من غير ما يستأذن ممول المشروع ولجنة التحكم في التغييرات. الاجابة الصحيحة هي الاجابة رقم 4، انه يحفظ الطلب وما يعرضوش تاني لان تم عرضه قبل كده وتم رفضه. ونبدأ حكاية الحلقة رقم 6، وما زلنا في القرية السياحية. عصام مدير المشروع استقال، فتم تعيين علي مدير جديد للمشروع اللي بدوره كان عايز يراجع إجراءات إدارة المخاطر في المشروع. فيا ترى إيه المستند اللي مطلوب إن هو يراجعه علشان يعرف إجراءات إدارة المخاطر للمشروع؟ هل هو سجل المخاطر ريسك ريجستر، ولا مصفوفة الاحتماليات والتأثير probability and impact matrix، ولا خطة إدارة المخاطر risk management plan، ولا الجدول الزمني للمشروع schedule time للبروجكت؟ واللي يعرف الإجابة يكتبها في تعليق، وإن شاء الله هنذكر اسمه في الحلقة الجاية. ألقاكم في معية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع سلسلة حكايات أسئلة إدارة المشروعات PMP questions.